كل عام وأنتم بخير. بداية نرحب بالسيد الأستاذ سام عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، كما نرحب بالسادة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة للحضور، كما أرحب بأساتذتي وإخواتي وزملائي محامين حلوان الفرعية والسادة الحضور. أخوات الزملاء وزميلات، سيراً على درب السيد النقيب العام سامح عاشور الذي ألهمنا تحري فرص الوفاء والعرفان بالمحامين قدر المستطاع، وإقراراً بأفضال وبصمات أصحاب السعادة السادة الكرام المحامين أصحاب الحقوق علينا، سواء من رحل منهم أو ما زال حياً منهم، نتعلم منهم ونقتدي بهم ونعمل على الحفاظ على نجاحهم وتقدمهم، ليكونوا قدوة وشمعة مضيئة وشعلة منيرة لشباب المحامين والمحاميات. فقد تقرر اليوم هذا اللقاء الأسري والأخوي لتكريم بعضهم، حيث يستحق الكثير والكثيرات هذا التكريم الرمزي وهذه الحفاوة بين زملائهم وأبنائهم وإخوانهم محامين نقابة محامين حلوان الفرعية. ولن يكون هذا التكريم هو الوحيد أو الفريد، ولكننا سنحافظ إن شاء الله على تكريم البعض منهم كل عام، عرفاناً منا بما قدموه للمحاماة ولزملائهم المحامين. داعين المولى عز وجل أن يوفقهم لسبل الخير والرشاد والنجاح، متمنين أن تعم وتنتشر مجالس ولقاءات التكريم في كل النقابات الفرعية، ضرباً على سنة حسنة قام بها السيد النقيب الأستاذ سامح عاشور، وذلك تكريساً لكل فرص الرقي والتحاب والتواصل المثمر ما بين مجلس نقابة محامين حلوان وأعضاء الجمعية العمومية المتميزة في كل مناسبة نستطيع أن نقدم لهم فيها إقراراً وشهادة، عرفاناً بنجاحهم وتميزهم الأخلاقي والمهني في كل وقت. وأخيراً بأتوجه بالشكر للأستاذ سامح عاشور النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب على حضوره الشخصي ودعمه المستمر لنقابة محامين حلوان الفرعية منذ تأسيس مقر النقابة الفرعية، مروراً بتوفير إصدار خطابات العلاج وغيرها الكثير من الخدمات، وصولاً لدعمه الكامل لهذا التكريم الرائع بتواجدكم فيه من مختلف الأجيال. كما أتوجه بالشكر لأساتذتي وزملائي وأبنائي المحامين، والله الموفق والمستعان وهو من وراء القصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.